Wir wissen alle, ohne Respekt versinkt die Welt im Chaos. كلنا نعرف أنه بدون احترام يقع العالم في فوضى. الكرامة هي احترام الجميع، وهذا مرتبط بتعزيز التماسك وتشكيل المجتمع المدني. في العمل التطوعي يعمل المواطنون لهذا الهدف. أعزائي سكان وساكنات مدينة نويمنستر، العمل التطوعي موجود في ألمانيا بشكل قوي جداً. تقريباً 24 مليون شخص، هذا يعني أن من كل 3 أشخاص هناك شخص منخرط في العمل التطوعي. عدد كبير جداً غير متواجد في أي مكان في العالم. من دون العمل التطوعي الذي يقوم المواطنون من خلاله استثمار وقتهم، اهتمامهم وخبراتهم لكي ينجزون شيئاً للمجتمع خال من حصولهم على أي مردود مادي، لن تكون العديد من المجالات في الحياة العامة ممكنة. بناء على الاهتمام، هناك العديد من الإمكانيات للمشاركة بغض النظر عن الجنس والعمر. مثلاً في المطافئ التطوعية كدعامة مهمة لدرء المخاطر، في مجال الوقاية من الكوارث، في حماية البيئة والحيوانات، في الجمعيات، في الرياضة وما إلى آخره. نحن ننشط المواطنين في مدينة نويمنستر ونعمل على أن يستطيع كل فرد بالمساهمة حتى ولو بشيء بسيط لكي نتمكن جميعنا في المستقبل أن نعيش سوياً بشكل جيد. شعارنا يجب أن يكون لا تسأل ماذا يفعل المجتمع المدني لك، بل اسأل ماذا تستطيع أنت أن تفعل لمدينتنا، ومن أجل هذا لا يكلف الكثير أن تكون معنا. عليك أن تسأل نفسك أين تتواجد اهتماماتي وفي أي المجالات سوف أستمتع أنا؟ هل هناك مجموعة معينة أستطيع الانضمام إليها؟ وعندما تنظر لهذه الأمور كلها وتتبادل الخبرات مع الآخرين وربما تتمتع بكونك عضو في هذه المجموعة وتتمتع بكونك فعلت شيئاً جيداً لمدينتك، شاركنا العمل، نحن نعتمد عليك، ارفع من هم تحتك وقل نعم أنا أريد، فعليك فقط أن تفعلها وتتواصل معنا. إلى اللقاء.